كده مره واحده هتلاقيه نط. بقول لك ايه؟ لا يطلع بالراحه. اه انت بتضربهم معايا. دي تعتبر خامس محاوله. عدينا السكند بارت في ديننا النهارده في السمح. عدينا السكند بارت بأعجوبة مع ايبجاستريك بريشر و ولعب. ده مكان ال ال اه شايف الحته ده. طب في ايه بقى؟ ناس؟ ده ولا ناس ولا اي حاجه، اعتقد الكونديشن ده مكان التورشن يعني هي يعني في تورشن فعلا. في اه شوف مجرد ما نطينا احنا قعدنا نلاعب شغلانه يعني. من اول الانترم حته الانترم ملويه خالص. وقعدنا نلعب كتير على ما لقينا، وطبعا ده عامل جاستريك اوتلت اوبستراكشن. هو شيف قال كده آه. شايف الاستمارك برغم الراي المراكبه كل ده بقى فندس الفندس من كتر الحاجه ما هي مركونه مقلصريت ده جزء الفندس. وده احنا دخلنا هم شطار على الوسط يعملوا في التامين. احنا دخلنا مش هتفك لوحدها آه. دي الفندس اهيت دايليتد خالص استمارك جي شيبد وفي تورشن في الايه؟ في الانترنت.